من طلاب نبدي وياكم محاضرتنا ونكمل وين ما وصلنا. شرحنا سابقا المحاضرتين السابقة طريقة لتحليل الثقوب التويس لاب اسمها طريقة الدار اجزام ميثود. هذه الطريقة قلنا المقصود بكلمة تحليل الثقوب وإيجاد مقدار العزوم السالبة والموجبة بالثقوب. إن هذه الطريقة تعتمد أول شيء لازم نقسم السقف مالتي إلى فريمات. الفريمات نقصد بها شنو؟ نقصد بها شرائح. كلمة فريم نقصد بها شرائح، وقلنا عندنا نوعين من الشرائح، يا إما شرائح تكون باتجاه الإكس، أوكي؟ هاي نسميها الأوكتودنال فريم، وتنقسم بدورها إلى شرائح داخلية مثل شريحة بي وسي، أو شرائح خارجية مثل شريحة أي وشريحة دي. وقلنا كذلك نقسم السقف إلى شرائح باتجاه الواي، هاي الشرائح تسمى ترانفيرس فريم، كذلك تنقسم إلى شرائح داخلية وخارجية. وقلنا عرض الشريحة، عرض الشريحة دائما نرمز له بالـ L2، نرمز له بالـ L2، هذا عرض الشريحة. والمسافة من سنتر الكولوم إلى سنتر الكولوم نرمز لها بالـ L1 اللي تكون باتجاه الشريحة. والبعد الصافي من وجه الكولوم لوجه الكولوم باتجاه الشريحة نرمز له بالـ LN. أول خطوة قلنا بطريقة تحليل الثقوب لازم تكون الشريحة عندي معلومة يحدد لي بالسؤال، هل هي داخلية هل هي خارجية هل هي باتجاه X أو باتجاه Y. أوكي، الخطوة الثانية اللي بعدها نحسب شيء اسمه الـ M نوت. الـ M نوت مقصود بشنو؟ الـ Static Moment لكل panel. عادة طلاب الشريحة مالتي على سبيل المثال هذه الشريحة مالتي بها ثلاث بانلات، اللي هو مثلا هاي بانل رقم واحد، هاي بانل رقم اثنين، هاي بانل رقم ثلاثة. البانل هي المساحة المحصورة بين الكولومات، أنا هذني الكولومات مالتي، هذني المربعات. لازم نوجد الأمنات لكل بانل من ذني، أربعة كان عددها خمسة ستة إلى آخره. إذا كانت أبعاد البانل واحد نفس أبعاد البانل الاثنين ونفس أبعاد البانل الثلاثة، فالأمنوت مال واحد من يمهم هو نفسه راح يكون مال الثلاثة. شنو قال الأمنوت؟ يساوي الحمل في عرض الشريحة في البعد الصافي تربيع على 8. أوكي، هذا اللي شرحنا. وقلنا البعد الصافي لازم من وجه الكولوم من وجه الكولوم أور من وجه الكابيتال وجه الكابيتال. أوكي زين، قلنا بعدها ورا ما حسبنا الأمنوت عندنا طريقتين من التوزيع. عندنا توزيع اسمه التوزيع الطولي اللوكتودنال ديستريبيوشن. وقلنا كلمة لوكتودنال هنا ما نقصر بها اتجاه اكس، بما انه يرافق كلمة لوكتودنال يرافق كلمة ديستريبيوشن او اور ديستريبيوت، معناته توزيع طولي باتجاه الشريحة. شنو يعني؟ يعني اذا الشريحة مالتي كانت باتجاه الاكس فالعزوم راح تتوزع باتجاه الاكس مثل هاي الحالة، هذا سالب هذا موجب هذا سالب هذا موجب سالب سالب موجب سالب. وإذا كانت باتجاه الواي مثل هذه الحالة اللي عندي هنا راح نوزعها باتجاه الواي، راح يكون على طولها. وعايز أسأل السؤال شنو طول الشريحة؟ اللي هو هذا طول الطلاب، يعني الستة هاي مبين، هذا راح يكون هذا البعد الصغير، هذا عرض الشريحة، هذا راح نرمز له بالـ L2، بينما هذا اللي هو طول الشريحة إذا كانت باتجاه الواي. إذا كانت باتجاه الإكس هذا الخط الأحمر راح يكون طول الشريحة، وهذا العرض راح يكون شنو هو؟ عرض الشريحة. قلنا العزوم طلاب عندي بكل بانل عندي بيها ثلاث عزوم، اثنين سالبة وواحد موجب، ثلاثة ذي شو محاضرة. بأطراف الكولومات قلنا اكو عزوم سالبة، وبالمنتصف شنو قلنا؟ عندنا عزوم موجبة. وسميناها العزوم، قلنا العزوم الخارجية راح نصيح لها كستيرا نيجاتيف مومنت. والعزوم الداخلية نصيح لها انتيرا نيجاتيف مومنت، والبوزيتيف مومنت هو نفس البوزيتيف مومنت، هاي شرحته كله المحاضرة السابقة. زين، نجي على التوزيع الطولي. التوزيع الطولي لازم أنا أعرف أني مقدار هسه العزوم، مثلا أخذت هاي الشريحة اللي عندي هسه، أنا هاي الشريحة إيش كم عزم بها؟ عندي 9 عزوم، أوكي، كم موجب؟ 3 موجب و6 سالب. أريد أعرف مقدارها هاي العزوم، هذا اللي هو نسميه التوزيع الطولي. زين، قلنا نجي على البانل الداخلية اللي هي هذه، هذه البانل الداخلية شنو العزوم بيها؟ بيها هذا العزم رقم واحد اللي هو السالب، وبيها هذا الموجب هو رقم اثنين، وبيها هذا السالب الاخير رقم ثلاثة. قلنا الكود شو يقول؟ يقول ثابت،
عبر العصور الأزمنة. يقول لك إذا كانت البانل مالتك داخلية في هذه الحالة، فقيمة العزم السالب تضرب الام نوت الضربة بيش في ال 65 بوت 65. يعني إذا كانت الام نوت مال هاي البانل مالته مقدارة 100، مالتك كان 100 فور اكزامبل داش كيلو نيوتن في المتر، هذا الام نوت، زين مقدار العزم السالب 0.65 في 100 راح يطلع 65، والعزم الموجب 0.35 في 100 ايش قد؟ طلع 35، وهذا نفس الشيء 0.65 في الام نوت بيطلع عليه 65. المفروض مجموع عندنا العزم السالب والموجب المفروض يطلع لك 100، يعني هذا طلع ايش قد؟ 65، هذا طلع على 35، هذا طلع على 65، هذا الاجماع ما راح يطلع 100. شوف مجموع العزوم الموجبة زائدا معدل العزوم السالبة، يعني 65 زائدا 65 ايش قد؟ 130 تقسيم 2 راح يرجع لك 65 زائدا 35 راح يرجع لك شنو؟ 100. هاي البنل الداخلية، هاي الفاكتورات ثابتة، 65 العزم السالب 35 العزم الموجب. لو جينا للبنل الخارجية، قلنا هاي شرحنا البنل الخارجية، شرحنا من الحالات اللي عندي، قلنا حسب الحالة، إذا كان عندي اتش بي ما عندي اتش بي، عندي جدار طابوقي، عندي جدار من الكونكريت، عندي جسور داخلية إلى آخره. زين وصلنا لهذا السؤال، هذا السؤال شرحنا المطلب أي اللي هو واحد، راح نجي نشرح المطلب الثاني. شو يقول لك؟ طبعا هذا سقف فلات بليت، وكلمة فلات بليت قلنا هاي مهمة، كلمة فلات بليت يعني كل شيء ما عندي لا دروب بانل ولا جسور خارجية ولا داخلية ولا أي شيء. يريد لوكتودنال ديستريبيوشن، يريد شو؟ التوزيع الطولي، يعني على طول الشريحة. قال لك الشريحة وين اتجاهها؟ ترانفيرس فريم، ترانفيرس فريم معناته باتجاه الواي. اوكي، اذا تفرق اللي بين ترانفيرس فريم وبين لوكتودنال ديستريبيوشن، لوكتودنال ديستريبيوشن معناته توزيع على طول الشريحه، ترانفيرس فريم معناته شريحه باتجاه الواي. زين داخليه وخارجيه لازم تساله، يقول لك لا، شريحه ايش بيها؟ خارجيه. هذا رسمك، شريحه شو راح تكون؟ خارجيه باتجاه الواي، هذا اتجاه الواي مالتي، هذا اتجاه الواي، راح تكون هاي الشريحه اللي عندك. اوكي، لو تلاحظ لي هسه انا عيد عرض الشريحه، عرض الشريحه هذا 6 المسافه من هذا السنتر لهذا السنتر 6، نصها ايش قد؟ من هنا 3، لكن هاي نص الكولوم طلاب، نص الكولوم انا عيدها للنهايه، لازم اضيف لها نص الكولوم، نص الكولوم يدا بعد الكولوم عندي انا، عندي 400 نصها 200 حوالي الى متر 0.2، اذا عرض الشريحه ال2 راح يصير 3 زائد نص الكولوم 0.2 يطلع لك ايش قد؟ 3.2. خلينا نلاحظ نشوفها وينها، هذه عرض الشريحه ال2 6 على 2 زائد نص الكولوم يطلع لك ايش قد؟ 3.2. زين قلنا اول خطوه لوجد الام نوت، هذا الام نوت مالت، هذا قانون رئيسي، هذا قانون رئيسي مالت. زين نجي طلاب ال ان، بما انه الابعاد عندي بالساويه، عندك هاي المسافه من هنا لهنا، هذا نصيح له ال 1 ايش تساوي لي؟ تساوي لي 5. زين ال L ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ال L1 ناقصا بعد الكولوم، اذا ال L ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي 5 ناقصا بعد الكولوم 0.4، راح يطلع لك 6، العفو لا، راح يطلع لك 5.6، راح يطلع لك جيد 5.4.6 اللي هو هذا.
ان هذا لازم يقارن، لازم ال ان مالته ما يقل عن 0.65 في ال واحد، لازم ما يقل. اذا قل تهمل مالتك ال ان وتختار ال 0.65 في ال واحد. طلع لك ال 0.65 في ال واحد زين مقداره 3.4، من الاكبر 4.6، تجي تعوض تعويض مباشر طلع لك ال ام نوت ايش قد 66 بوينت سمثينج. زين طلاب، انا هاي السلية عندي، هاي الشريحة مالتي، ارجع امسح هاي الشريحة مالتي. العزوب شنو بيها؟ عندك هنا سالب، عندك هنا موجب، هنا سالب، هنا سالب، هنا موجب، هنا سالب، وهنا سالب، وهنا موجب، وهنا سالب. اوكي، 9 عزوب عندي. البانل الأخيرة هذه هي نفس هذا البانل، لما تسوي بالابعاد فتستخرج مال هذا رسم مال هذا. نجي على البانل الداخلي يا طلاب، البانل الداخلي قلنا مو مانع العزم الموجب، قانون الكوتش يقول، يقول بوينت 35 في الام نوت مقدار المارتكل 66 ضربه في 35 يطلع لك العزم الموجب. زين العزم السالب، هذا العزم السالب، هذا العزم السالب بوينت 65 في الام نوت. نجي نشوفها، هنشوف هذا عرض الشريحة مين للنهاية ماخذة. هذا موضح لك الـ L اللي هو البعد الصافي من وجه الكولوم لوجه الكولوم، والـ L هو سنتر تو سنتر، والبانل الخارجية قلنا نصيح عليه exterior or end span، والداخلية نصيح عليه interior span. اوكي، يعني توزيع العزم الموجب 35 في الام نوت، العزم السالب 0.65 في الام نوت، ربطها طلع لي هذا العزم الموجب، طلع لي هذا العزم السالب. اوكي، طلعت لي ذني العزوب مال هذا البانل الداخليه، خلصنا من يمه. شوف توزيعها، لو جيت هنا بهذا الرسم، هذا العزم الموجب اللي هو جاء من 0.35 في الام نوت، والعزم السالب جاء من 0.65 في الام نوت. هذا عندك هاي ال ان وهذا ال واحد. اوكي، خلصنا من يمه. نجي على البانلات الخارجيه، طبعا مو انه هي متشابهه، قلنا لازم نروح لهذا التيبل اللي عندي، هذا التيبل اللي عندي، هذا التيبل اللي عندي هنا، هذا التيبل اللي عندي، هذا يخص قلنا منه، يخص الاند سبان، السبان الخارجي. بما انه مالتي سقف طلاب قال لي فلات بليت، يعني كل شيء ما بي، يعني ما بيجي صوره داخليه، يعني هو سلاب without beams between support. زين هو هم بما انهم فلات بليت، يعني شنو without edge beam؟ without شنو؟ edge beam. اذا الفكترات راح تكون هاي مالتك اللي تنضرب بالام نوت. الانتيريور نيجاتيف، هذا العزم السالب الداخلي، داخلي، هذا يخص منه العزم الموجب، وهذا منه يخص العزم السالب الخارجي. نجي على البانل مالتي، هذا البانل مالتي، هاي هاي عندي العزوم مالتي ترسم الشكل، وتلاحظ عندي هذا عزم سالب وعندي هذا عزم سالب، يا هو الداخلي يا الخارجي. اللي على جهة اليمين هذا يعتبر عزم شنو؟ هذا يعتبر داخلي. الفاكتور مالته راح يصير، وين التيابل اللي استخدمناه احنا؟ هذا راح يصير الداخلي 0.7، هذا 0.7 في الام نوت. والعزم الموجب راح يصير بوينت حسب التيابل 52، قلنا ما نحفظها، ما عدا البانل الداخلي لازم تحفظ، وهذا بوينت 26 في الام نوت. كل واحد من الفكترات اضرب في الام نوت، هاي شوف وياك عندي طلعت العزوم مالتي، هذا صار رسمه، وهذا صار توزيع، هذا سالب، هذا موجب، هذا سالب، هذا سالب، هذا موجب، وهذا سالب، سالب، وهذا موجب، وهذا سالب، وهكذا صار. هاي شنو توزيع طولي هاي المره؟ شنو الشريحه؟ شريحه كانت خارجيه باتجاه الواحد. لو واحد يسأل سؤال يقول له كانت أبعاد الكولومات السناتر مالتها ما متساوية، يعني مثل هاي الحالة اللي عندي هنا،
ثاني هذا الرسم مال الطلاب هنا، هاي خمسة هاي خمسة تجي وراها، يجوز قلنا واحدة خمسة وعلى خمسة ونص أو خمسة وربع لم تساوي واحد. لا عرض الشريحة شو راح يصير؟ الكل شو يقول عرض الشريحة شو راح يصير عندك إذا كانت الأبعاد عندك مختلفة؟ يقول لك تأخذ المعدل مالته. شو المعدل مالته؟ من عندك أنت المسافة من سنتر هذا الكولوم، سنتر هذا الكولوم ثلاثة، ومن سنتر هذا الكولوم، من هذا الكولوم جت كانت ثلاثة ونص. عرض الشريحة شلون راح يصير؟ راح يصير ثلاثة، خذ نص ثلاثة، نص ثلاثة ايش قد راح يصير لك منهم ايش قد؟ هذا الواحد ونص، ونص ثلاثة ونص هنا راح يطلع لك تقريبا واحد وخمسة وسبعين، هذا تقسيم واحد وخمسة وسبعين، هذا راح يطلع لك اجمعهن راح يطلع لك عرض الشريحة اللي هو ثلاثة وربع راح يطلع لك. هذا شلون شنو الأبعاد مختلفة. زين خلينا نجي على هذا السؤال نطبق به هاي الفكرة ونوعية أخرى من السيستم. سيستم يعني سقف، هذا السقف ايش فيه؟ هذا بيجي صورة، بيجي صورة داخلية مبين. يقول لك بهذا السؤال شو يقول لك؟ يقول لك عندك شريحة فريم اي، هو قايل لك هاي رسمي لك اياها فريم اي. شو اسمها هاي الشريحة الفريم اي؟ اسمها لوكتودنال فريم انتيريور، لوكتودنال فريم شريحة داخلية باتجاه الاكس. السالة عرضها جد راح يصير عرضها الـ L2 مالتها مبين، نص الستة ثلاثة ونص السبعة ثلاثة ونص، ثلاثة ونص زائد ثلاثة راح يطلع المفروض عرض الشريحة ستة ونص. مالك هذا هنا وين حاسباني؟ هذا عرض الشريحة جد طلع لك ستة ونص. تيري منك تيري منك longitudinal distribution، إنك شو توزيع طولي؟ لا بتدائما يعني بالأسئلة راح يجيك توزيعين، توزيع طولي اسمه longitudinal distribution، وتوزيع شنو عرضي على عرض الشريحة راح ندرس المحاضرات الجاية اسمه lateral distribution. بس احنا كله بطور ده نشرح شنو longitudinal distribution. زين هذه الشريحة اللي عندك، هذا هو L1 وهذا هو L1 وهذا L1. أول خطوة ايش نستخرج؟ نستخرج شنو؟ نستخرج M notes. الM notes هذا قانون اللي عندي، هذا الM notes. الM notes يساوي الحمل في الإيرلاين تربيع في عرض الشريحة على ثمانية. زين الحمل مطيق بالسؤال هذا اللي هو هذا. زين عرض العرض الشريحة قلنا حسبناه 6.5، يبقى الإيرلاين تربيع. الإيرلاين شنو هو؟ هو المسافة الصافية من وجه هذا البيم أو هذا الكولوم اللي هنا هذا. راح تساوي لي انا خمسة، اطرح منها ابعاد الكولوم خمسة ابعاد الكولوم مطيق بالسؤال. طبعا مرات من امتحنكم طلاب تسالوني ابعاد الكولوم وين؟ طلاب رولي صيغه السؤال يعني انا اذكرها بالسؤال، هي قال لك كولوم دايمنشن نص متر بنص متر، او قد ارسمها لك بالرسم اوضح لك ابعاده. فاذا ال ان شو راح تساوي لي؟ خمسة ناقص 0.5، خمسة ناقص 0.5 بيطلع عليك 4 ونص. قلنا لازم الـ LN مالتك لا تقل عن 65 في الـ L1، طلع لك 3 ربع من الأكبر هذا الكنترول الـ 4 ونص. نجي نعوضها، لا تنسى التربيع يتربع، طلع لك منه؟ طلع لك الـ M note، هذا الـ M note مالتك. انت هاي الشريحة مالتك شنو العزوم بها طلاب؟ نرجع ونقول هاي الشريحة مالتك بها عزم، هنا أنا سالب هنا موجب، هنا سالب هنا سالب وهنا موجب، هنا سالب هنا سالب وهنا موجب، هنا سالب. إن البنال الداخلية طلاب، هذا البنال الداخلية قلنا ما تتغير عبر العصور والأزمنة والحضارات، دائما العزم الموجب 0.35 في الأملوت، العزم السالب شنو هو؟ 0.65 في الأملوت. أي سيستم كان عندك هذا هاي العزم الموجب 0.65 في الام نوت، يا ام نوت هذا الام نوت استخرجته 213 هذا 0.65 في الام نوت، طلع لك هذا العزم الموجب وهذا العزم السالب. نجي على البانل الخارجيه اللي هي هاي هنا، هاي البانل الخارجيه هذه، بما انه السيستم مالته تغير لازم اروح على التيبل هذا اللي عندي، هذا التيبل اللي عندي، هذا التيبل اللي عندي. بما انه عندي طلاب هنا عندي شنو عندي؟ عندي صوره داخليه،
عاد تشوف هاي الجسور هاي باللون الأحمر. إيش نختار؟ نختار سلاب with beams between all supports. ها اختارينا. لكن السؤال شو اختارينا؟ اختارينا هذا. ما عندي اتش بيم. اوكي. هذا السؤال لا راح نختار هذا حسب السيستم مالتي. فالعزم السالب الداخلي راح يصير 0.7 والعزم الموجب شوف تغير كان 52 صار 57. والعزم السالب شوفوا من 26 قل صار 0.16 وهاي تضربه في الامنوت تطلع لك العزوم مالتك. هذا راح يكون رسمها مالتك. هذا العزم السالب هذا الداخلي، هذا العزم السالب الخارجي، وهذا الموجب. ودائما هذه البانل هي نفس هذا البانل. ليش؟ لانها متساويه بالابعاد. اذا اختلفت بالابعاد واحد يسالني لازم تستخرج البانل المختلفه تستخرج لها ام نوت مالتها. ليش استخرج لها ام نوت؟ لان البعد مالتها تغير، واذا تغير البعد يعني ال ان مالتها ايش بيه؟ تغير. زين اذا تغير ال ان تجي تعوض هنا ال ان ايش بيه؟ يطلع لك عزم مختلف. اوكي؟ هناخذ اخير سؤال. هذا السقف ايش بيه هذا؟ هذا السقف بي ايج بيم. شنو بي ايج بيم؟ شلون عرفت؟ اول شيء من الرسم مالته. تشوفوا هذا الخط العدل المرسوم هنا أنا. وموضح لك هنا أنا. يعني هذا شنو هذا؟ ايج بيم. شغله ثانيه معطيك ابعاد الايج بيم. قال لك 250 بشنو؟ 500. يريد منك بهذا السؤال، يقول لك هاي شريحه باتجاه الاكس اسمها لونجتودنال انتيرير فريم. ها رسمي هذا. شو يريد؟ يريد توزيع طولي. شو مقصود بالتوزيع الطولي؟ يريد العزم السالب هذا والموجب هذا والسالب هذا والسالب هذا والموجب هذا والسالب هذا. وبعدين هذا السالب وهذا الموجب وهذا السالب، يريد ذن العزم. اوكي؟ اول خطوه نستخرج؟ نستخرج عندنا الام نوت. عرض الشريحة ايش قد؟ هذه عرض الشريحة 6400 ملم تقسيم 2 زائد 6400 تقسيم 2. إذا عرض الشريحة راح يطلع لك 6400 ملم حول لها متر، يعني 6.4 متر. هذا عرض الشريحة. وين عرض الشريحة؟ زين التابع قانونك مال ام نوت. شو نريد بعد؟ نريد بعد مقدار الحمل الكيو يو، قلنا مرات الدبليو او يسمي كيو، مطينا بالسؤال 15 خلصت من يم. يبقى لي ال ال ان. ال ال ان اللي هو المسافه من هنا لهنا، هاي الصافيه، هاي شو نصيح لها؟ ال ان. ايش تساوي ال ال ان؟ راح تساوي 5000 ناقص نص الكولوم هذا ناقص نص الكولوم هذا، يعني ناقص بعد كولوم كامل، يعني 5000 ناقصها ايش قد؟ ناقصها 500، يطلع لك 4500 حولها لها متر، يعني 4.5. شوفوا هاي 4000، قلنا لازم نتقل عن 0.65 في ال1، هاي ثابته وشرحتها يمكن اول محاضره. ليش 0.65 في ال1؟ يطلع لك ال1 ايش قد مالتك؟ 4.5. عوضه تعويض مباشر في قانون الام نوت، طلع على كل ام نوت مقداره 243. زين، وما انه طلع على كل ام نوت، انا ايش اريد؟ اريد العزوم السالبه والموجبه. نجي اول شيء على اسهل بانل اللي هي البانل الداخليه اللي هي هذه. قلنا بما انه ما لها علاقه بالتيبول، ما لها علاقه بنوعيه السيستم، قلنا دائما العزم الموجب ايش قد الفاكتور مالته؟ 0.35 في الام نوت. والعزوم السالبه ذن اثنيناتها يد الفاكتور مالتها 0.65 في الام نوت. شوف العزم السالب 0.65 والعزم الموجب 0.35، طلعت لي ذن العزوم الموجب والسالبه اللي هي ذني. هذا العزم الموجب ذن العزوم السالبه. زين، نجي على البانل الخارجيه اللي هي هذه البانل، راح امزها باللون الاحمر. هذه البانل هي نفس هذه البانل شبهات. بما انه السيستم عندي تغير، شنو تغير؟ اول سؤال طلاب اخذناه كان كل شيء ما عندي لا ايج بيم ولا جسوره داخليه. السؤال الثاني اخذناه كان عندنا جسوره داخليه. هسه شنو اخذ؟ اكو ايج بيم.
زين، راح تختار من هذا التيبل اللي عندك. لو جيت هنا على هذا التيبل اللي عندي، هذا التيبل شو راح تختار؟ بعلي. أول واحد قلنا ايج كسير ايج انرس، معناته اكو جدار طابوقي بالنهايه، هاي الحاله مو مالك لما تنطبق. الحاله الثانيه يقول لي هل هو يحتوي على جسوره داخليه؟ لو لاحظ الرسم مالتي ما في جسوره داخليه عكس السؤال اللي قبل، اذا هاي الحاله ما تنطبق. الحاله الاخيره هذه يقول لي اكو جدار من الكونكريت اخر شيء هم تنطبق هذه الحاله. يجي على ذني بقت حاله متفرع الاخير، يقول لي هل السقف مالتك ما بيجي صوره داخليه؟ اقول له اي صحيح ما بيجي صوره داخليه. فيقول لي زين اذا هو ما بيجي صوره داخليه، زين هو بي اي جي بي لو ما بي اي جي بي؟ بي جسر خارجي لو ما بي جسر خارجي؟ حسب ما نلاحظ ورسمنا كان شنو بي جسر خارجي. زين هاي الفكترات مالتنا راح تصير، وين حالتنا اي جي بي؟ هاي بالضبط هذه الحاله. شوفوا طلاب هاي الحاله مالتي وذ اتش بي، وين الاتش بي؟ هذا اللي باللون الاحمر مرسوم، هاي الفكترات مالتك. العزم السالب الداخلي 0.7 راح يصير اللي هو هذا، والعزم الموجب 0.5، والعزم السالب ايش قد صار؟ 0.3. نجي نعوضها تعويض مباشر. هاي الفكترات عندك 0.7 العزم السالب داخلي، العزم الموجب 0.5، العزم السالب خارجي 0.3. تعوض مباشر طلعت لي هذني العزوم اللي عندك جدا واضح. طبعا هذا هوم ورك عندكم بعده، هو نفس فكره السؤال اللي شرعتها هذه، هم عندي اتش بي لكن الشريحه راح تكون باتجاه الواي، يعني ترانفيرس هاي الشريحه. شوف اسمه ترانفيرس انتيرير فريم، هاي اسم الشريحه. كثير منك انك توزيع طولي، شو مقصود بالتوزيع الطولي؟ ارجع واقول يريد هذا العزم السالب، هذا الموجب، وهذا السالب، وهذا السالب، وهذا الموجب، وهذا السالب، سالب وموجب وسالب. شو تسوي؟ تستخرج الام نوت. البانل الداخليه قلنا معروفه، العزم الموجب 30 في الام نوت، العزم السالب 0.65، والبانل الخارجيه تعتمد على السيستم مالتك هو بي اي جي بي، بتستخرج لي كذلك العزوم ذني. هذا مطالب بيش وقت؟ الاحد الجاي. المحاضره الجايه ان شاء الله راح ندخل بالتوزيع العرضي اللي هو اسمه اللاترال ديستريبيوشن. طبعا اللاترال ديستريبيوشن الطلاب يعتمد اللونجتودنال ديستريبيوشن، انا ما اقدر اوزع توزيع عرضي اذا ما عندي نتائج التوزيع الطولي. يعني انا لازم ذن العزوم ذن تكون عندي معلومه ذن التسعه يلا اجي اقدر اوزعها. والمقصود بالتوزيع العرضي ذن العزوم التسعه لازم ارجع اوزع واحد واحد على عرض الشريحه. واحد واحد من ذن التسعه ارجع اوزعها على عرض الشريحه وهكذا، هذا شو نصيح له؟ اللاترال ديستريبيوشن. طبعا جميع الاسئله ورا ما اشرح، طبعا جميع الاسئله مال طريقه الدرب زايد ميثود او التشابتر الثاني يجي بيها فرعين. فرع يعتمد على اللوكتودنال، سلام اوضحكم في السؤال. ثلاث اسئله بيها رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد يريد توزيع طولي، رقم اثنين توزيع عرضي. هذا السؤال نموذج. نموذج من السؤال الاخر، هل من توزيع طولي؟ توزيع عرضي. نموذج من السؤال الاخر هذا، شوفوا توزيع طولي توزيع عرضي وهكذا. فانت المساله مالتك طلاب لازم تركز لي. وشنو ان شاء الله مهمه؟ قلنا التوزيع العرضي هو ترى يعتمد على التوزيع الطولي، يعني اذا النتائج مالتك طلعتها غلط مال التوزيع الطولي فجرنتي يعني نتائج التوزيع العرضي ارفع عنده غلط. لك تركز لي زين بهذا الموضوع، دق الارقام مالتك والفكترات مالتك من تجي تحسب التوزيع الطولي ومن تجي تحسب التوزيع العرضي. بس لحد الان طلابك وعندكم استفسار على التوزيع الطولي
على شلون استخدمنا الفاكتورات مال تيبل البانل الخارجيه البانل الداخليه، شلون حسبنا الامنوت، شلون حسبنا عرض الشريحه اللي عند الداخليه والخارجيه. كتبوا لي طلاب، وخلوا واحد يفتح المايك ويسال شيء مو واضح، لو السكوت علامة الرضا. واضح واضح. إذا ما عندكم شيء راح أنهي المحاضرة إن شاء الله، وألتقيكم الثلاثاء الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.